أولا نشكر المجلس الأعلى للشباب على تنظيمه هذا المخيم وعلى اختياره هذه الفئة التي تعنى بصناعة المحتوى. صناع المحتوى اليوم في كل دول العالم أصبحوا بمثابة قادة الرأي، فهم يؤثرون في المجتمع في مختلف التخصصات. والمجلس الأعلى للشباب الذي احتضر اليوم تقريبا يعني 200 من صناع المحتوى، نتمنى أن تتم مرافقتهم لتطوير هذا المحتوى بما يخدم الشباب أولا ثم بما يخدم جزائرنا ثانيا، لأن صناعة المحتوى هي عملية شاقة وهي رسالة نبيلة، نتمنى أن تندرج في سياق البناء الوطني من أجل جزائر آمنة مستقرة مزدهرة ومتطورة.